نقعدك مدام. في شاب اسمه فادي تقدم يخطب بنتي بسمة، بس أبوها ما وافق لأنه كان في عداوة بين العيلتين. بنتك بسمة شو رأيها؟ ما بعرف، أحياناً كنت حسة موافقة وأحياناً كانت تقول لأ بلا هالجوازة، مع أنه أبوها كان مفكرها كثير متعلقة بفادي. طيب مدام شلون صارت الوفاة؟ لحتى أبوها ينهي الموضوع لجأ لرشاد بيك. مين بيكون؟ واحد بقربنا قربة بعيدة، نعتبره كبير العيلة، مركزه عالي وما بترد له كلمة، ورشاد بيك وعدوا لأبوها أنه يساعده ويحكي معها. بنتي بسمة الله يرحمها كانت تعزه كتير وتحترمه، وفعلا إجا لعنا المسا وشافها وحكاها. شو حكاها؟ شو قال؟ طلب أنه يفوت على غرفته وقال اتركوني لحالي معها. بعد نص ساعة طلع وقال اطمنوا يا جماعة، قدرت اقنعه. فعلا اقتنعت؟ ايه اقتنعت، وطلعت من غرفتها ولا كأن في شيء. قعدنا وحكينا وضحكنا، بس ما بعرف ليش قلبي كان حاسس انه رح يصير شيء. طولي بالك اختي طولي بالك، بعدين شو صار؟ نمنا مبسوطين ومرتاحين، ولما دخلت عليها اوضتها لفيقة لقيتها. هادي اختي هادي 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 هادي، احكي لي شو شفتي بالتفصيل. لما فتت على اوضتها جيت لفيقة ولي على قلبي لقيتها ميتة، صرخت صرخة فايت الحارة كلها على صوتي. اتصل أبوها بالدكتور صهيب، إجا فورا، بس شو الفايدة؟ كان إلى 4-5 ساعات ميتة. شو قالكم الدكتور مدام؟ الله يوجه له الخير وين ما راح، يا ريت سمعنا كلامه. لما طلبنا منه يعمل له شهادة وفاة للبنت رفض، ونصحنا نتصل بالشرطة، قلنا لحالنا ما ناقصنا فضايح ومآسي. منستعنا بالطبيب وليد، إجا شافها وعمل لها شهادة وفاة بدل ما يعمل لها شهادة. شهادة شو؟ شهادة زواج، لأن دكتور وليد طلب إيدها من شي 9 أشهر وبس ما رفضت وما صار نصيب. طيب شو اللي غير لك رأيك وخلاكي تشكي إنه هي انقتلت قتل ما انتحرت؟ لأنه عادة يلي بينتحر بيترك وراه رسالة بيشرح فيها سبب انتحاره، بس ما تركت وراها شيء، وقلبي كان حاسس. طيب سؤال أخير لو سمحتي، عندها أصدقاء أو بمعنى آخر مين كان مقرب إلها أكثر شيء؟ رشاد بيك كانت تتعزه وتوده وتحترمه، وكان إلها صديقة عزيزة كتير على قلبها وحيدة اسمها ديما، تشتغل بالباتيسري. طيب رح نشوف شو رح نساوي، يمكن نضطر انه نشرع جسة. لا كله الا تشريح الجسة، اذا كانت الشغلة ما بتصير الا بتشريح الجسة فانا برفض، ما بقبل ابدا جسد بنتي تطلع من قبرها وتنهان. مدام نحن ما في شي بايدينا يساعدنا لحتى نكشف الحقيقة، يعني اذا كان في جريمة مشكلة إنه معالم الجريمة كلها تختفت وضاعت. أنا قفلت غرفتها بإيدي، تركت كل شيء على حاله مثل ما كان، يعني من يوم ما توفت المرحومة الله يرحمها ما حدا دخل غرفتها أبدا. ماشي، نحن بكرة رح نكون عندك، فينا تمشي هلا.
يلا بالإذن.